أسامة صبري 18 عام ما خدمتش با يلا غنخدم. خديت الدبلوم في خديت الدبلوم في حلاقه وفندق يلا غيخرجوا لي تعطلوا وجاب قريتي بالفلوس قريتي بالمخزن قريش بالفلوس بيان سور. شحال الوقت ديال هذا الدبلوم ديالك شحال لا فورماسيون اللي دوزتي 2019 2020 قريش عام قريش فيه جوج ديبلومات حلاقه وفندق حرفه وحده ما كتغنيش. قولي هذه المدرسه هذو واش عندكم معاها شي مشكل عندك معاها شي المدرسه اللي عارف اش غنقول عندي ديبلوم قريناه في 2019 يلا خرجوا لي في 2022 وديبلوم واحد باقي عندهم يلا جابوا لي البوليس ما عارفش واش باغي انا الديبلوم ولا باغي البوليس. علاش جابوا لك البوليس؟ قال لك قلت ليه عطل شي عليا قال لي شهر هادي قلت ليه وراه باغي الدبلوم قبل هادي قال لي عيط البوليس صعب داك يعيط رجال الامن المدير سي المدير ما نذكروش السميه ديال تحت المدير ديال المدرسه اللي دوزت المدير ديال المدرسه دوينين الدراري ما كنتش كنعمر معاهم كنسالي كنمشي للدار ما عرفتش واش خدموا ولا ما خدموش غالبا ما خدموش غالبا كلشي باغي يمشي هاجر كلشي باغي يمشي انت دابا ديبلوم ما خدامش اش غندير شنو غتهاجر انت؟ ما عرفناش راه غادي وقع لتركيا ما عرفتش فين غادي. اش غدير في تركيا؟ غادي نمشي سياحه سياحه الا كانت شي خدمه راه يعني نبركو نخدمو. تمشي سياحه وانت ما عندكش الفلوس يكتب يلاه كتبقى. لا عندي الفلوس عندي الفلوس عندي الفلوس علاش غتكتب؟ واش نبقاو باركين؟ نمشيو نقول لوالدينا زيدونا الفلوس باش يوليو عندنا بزاف. يعني تاخذ من عند والديك؟ من لي باغون ديالي يعني ما عندكش انت؟ ما عنديش انايا. ملي غتبغي تكون اسره وعائله وتبغي تزوج باش هذاك الشيء اللي حاط لنا بابا في الكونطرا ديبوني وبيع شي واش ندمتي حيت درتي هذا المدرسه؟ مدرسه اش نقول لك المهم كتكون عندك ديبلوم درتيها باش يولي عندك ديبلوم فهمتي. واش دابا انت قريتي باش تعلم ولا قريتي غير باش تقول؟ لا قريت تعلمت حلاقه فندقه حرفه وحده ما كتغنيش خصك دير بزاف باش يلاه حتى توصل لهداك اللي راكب مرسيدس ولا حتى باش دير داكشي اللي باغي. دوزتي شي ستاج عمرك خدمتي ولا خدمت ويلي خدمت شحال عربست بنادم خدمت وكنتخلص ماشي مشكل. شنو الطموح ديالك اش باغي دير منها؟ اش نقول لك الطموح ديالي تهلاو في الوالدين صافي وبعدوا علينا من ولد حرام ده هو الطموح ديالي بارك دار وليدات واش هذا باش تجوز؟ لا كنت غنتزوج مؤخرا وصافي ما بقيتش باغي. علاش تقول لي نطلقوا نولي نصرف عليها تقولي الرساله توجه للناس المسؤولين الناس باش ويوجدوا لينا الخدمات وحيدوا داكشي ديال الفيزا وداكشي ما لايقش ديروا لنا ديريكت نمشي ولا قطع البيع عندك فلوس باش تقطع سير في حالاتك اش بقاو نديرو؟ اش بقاو ندير ندورو مع الحمام في المدينه؟ عندنا ما نبقاو نديرو. خو انا باقي كنقراو كنشوف بحال ما الدراري هادو عندهم ديبلومات وما خدامين ما هو ما كنبقاش نقران، كون باغي نمشي على الغربه باغي نغرب، شو دابا هو عنده ديبلوم ما خدامش، اش غدير دابا من القدام؟ ما شفتش انت غتشوف شي عيال تقول غندير ديبلوم وما غنخدمش، لا ما نبقى مريحه في الدار. وصافي كنبغي اخو الله يسهل على كل شيء دابا ولا عايشه ب زعما كاين هادشي كتشوف برك شوف الشاطو 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 اللي لابس كيف ما قال الدري اللي عنده خد... والله الباط هو اللي خدام في هاد الوقيته وتمشي تدبر على راسك شوف الدراري مشاو حرقوا راه ساهل عليهم الله خدامين كنعرف الدراري بزاف الله يسهل عليهم بزاف نعرفهم خدموا مشاو تما خدموا دبروا على راسهم شبوا والديهم دابا كتشوف بحال ما هذا والله الا كتشوف بحال ما هذا كيبقى فيه الحال علاش ما يخدمش عنده ديبلوم وفندقه وفالحلاقه وما خدامش هادشي كنبغي نقول الله يسهل على المغاربه كاملين شي فيزا لميلان ان شاء الله لا ما بغيتش نقرا انا باغي نمشي للغربه باغي نمشي نصوفي راسي نصوفي دارنا عدد منهم عندهم شواهد وما خدامين ولا هو صحاب اليوتيوب هما اللي خدامين روشي الفلوقات روشي اليومي اللي ما عندهم يداري حل القناه هادشي اللي افلام قصيره حامضين كون جينا نديرو حنا كنا ما عارفين فين وصلنا هادشي كيستحمروا الشعب وصافي اما حنا اللي فهمتش الشباب وداكشي ما كيعطيونوش اهميه
لا ما ديرش موضوع هادي فيه وشي ما داكش هذا امي ما كاينش غيتصور وليش كندخل عند الوالد كتقول لي نزار تزوج به فلانه غيتا هادي كيقول لك حتى حاجه زوينه خرجوا علينا خرجوا علينا صراحه. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.